جماعة أنه الحوار المجتمعي ده من ضمن إيجابياته الرائعة أنه يعطي زخم وحماس وحيوية للبرامج التلفزيونية، فتلاقونا يعني عندنا 5000 حاجة نقدر نتكلم فيها، ودي بتبقى يعني إيه سعادة الصحفي، مش سعادة يعني ما من هو سعادة الباشا الصحفي، لا السعادة يعني الحالة. سيادة النائبة نجلاء بخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، منورانا. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. ونحن نتحدث عن التضامن، فنحن نتحدث عن الأسرة المصرية، نتحدث عن تماسكها، وطبعا الحوار الوطني مدي اهتمام بالغ لهذا الشق. إلى أي مدى بتشوفي هذه الملفات على مائدة الحوار؟ وبداية بس أنا بحب أوجه كل الاحترام والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هو فعلا دعا لحوار فعلا رائع، حوار حضاري. وكمان بشكر كمان وبقدم كل التقدير للدكتور ضياء رشوان المنسق العام، وكمان سيادة المستشار محمود فوزي، لأن في الواقع حاجة كده رائعة من التنظيم ومن إرادة الشعب، يعني فعلا حاجة قوية خالص. امبارح أنا كنت في الحوار في العدالة الاجتماعية، وكان تنظيم وكان مدي كل الناس الحرية إن هو فعلا يقدر إن هم يعبروا عن آرائهم. فده معناها ان فعلا مصر بتتغير، ان فعلا في طريق جاد الى الجمهوريه الجديده. ابرز النقط اللي شفتوها وناقشتوها امبارح في مساله العداله الاجتماعيه كانت ايه؟ هو في الواقع طبعا العداله الاجتماعيه فيها مجموعه من النقاط امبارح طرحت، هي مثلا الاجور والمعاشات، مثلا الاسكان الاجتماعي، مثلا المجال اللي هو اللي خاص بالعشوائيات. فبالتالي في مجموعه، هو القصه في المجال المجتمعي ان هو متشعب وبيمس قاعدة كبيرة كمان من المجتمع، فكله حاسس بالمشاكل المجتمعية. يعني اتناقشتوا في مسألة القضاء على العشوائيات، تحديدا العشوائيات الخطرة، وانا بعتقد ان دي كانت حاجة من ضمن اكثر مؤرقات المجتمع المصري. اه فعلا فعلا اتطرحت كذا قضيه، لان احنا امبارح كنا بنسمع في الحوار مع الناس اللي كمان متعدده في الجهات ومتعدده في الكيانات وفي الاحزاب، وكله فعلا طرح قضايا مجتمعيه كبيره، طبعا منها العشوائيات. والعشوائيات احنا على فكره في طريق الى القضاء عليها، يعني احنا طبعا مشينا خطوه كبيره مع فخامه الرئيس على ان هو فعلا للقضاء على العشوائيات، لانها كانت فعلا قضية بتؤرق المجتمع وبتؤرق الحياة المدنية يعني. فبالتالي طبعا مطروحة طبعا للنقاش، وفي بعض النقاط الأساسية اللي هتتاخد في هذا المكان. بكرة إن شاء الله هيبقى الأسرة والتماسك المجتمعي. آه ده صحيح. إيه في رأيك إيه أبرز ما يجب أن نتناوله غدا في هذه اللجنة؟ قضية الطلاق دي قضية مهمة جدا، يعني لازم فعلا نتناولها بعين الاعتبار. والعنف الأسري، قضية الطلاق في الواقع قضية يعني مجتمعية ابتدوا ان هم فعلا تبقى ظاهرة غير طبيعية يعني، لكن المفروض ان احنا بنحط لها مجموعة من العناصر اللي احنا نقدر ان احنا نشتغل عليها. الطلاق في حد ذاته كإجراء ولا ما بعد الطلاق؟ يعني علاقة الأسرة ببعضها البعض، عندنا زوج أو أب وأم ثم أبناء وحصل الطلاق، وأظن كمان جزء من الحاجات اللي الناس بتتكلم فيها بكثرة اليومين دول هي مسألة الوصاية. اه ده صحيح، بس أنا في الحقيقة مش عايزة الموضوع برضو يوصل للطلاق، ففي مجموعة من المعايير لازم قبل الطلاق. يعني مثلا الوعي عند الزوجين دي مهمة جدا، إن احنا نقدر نعمل مجموعة من المبادرات اللي فعلا توعي الزوجين في إن هم يقدروا إن هم يعيشوا حياة سعيدة وحياة كويسة يعني. طبعا وبمناسبة الوعي احنا لازم نتكلم كمان على مبادرة مودة اللي هي خاصة بالتضامن الاجتماعي، اللي هي فعلا بتلقي الضوء على هذا الملف.
غير الوعي هو ان الوزارات اللي هي تبتدي ان هي تشتغل على هذا الملف برضو، لان انا في الواقع ان الطلاق ده مش فكره اسره ومجتمع، لكن هو فكره مجتمع كله. الاسره هي البنيه الاساسيه للمجتمع. طيب انا يمكن اظن بس صححيني انه معدلات او نسب الطلاق عندنا في قبلي اقل كتير من بحري، اظن ذلك، يعني قد تكون الارقام موجوده عند سياده النائبه او حتى من واقع العمل العام ممكن تبقي شايفه ده. وهنا هيجي سؤالي، الى اي مدى مجتمعنا المصري بشكل عام ومجتمعنا في قبلي والصعيد بشكل خاص عنده هذا الوعي؟ في جبلي فعلا نسبة الطلاق بتبقى أقل شوية، لأن طبعا لسه في يعني مجموعة اللي هي الفكرة الأبوية والفكرة المسؤولة عن العيلة وكده، فده طبعا بيقلل شوية من نسبة الطلاق في المجتمعات في جبلي. يعني هل معدل الوعي هناك كبير لو صح التعبير؟ هل أقدر أقول إنه الناس أصبحت واعية لمشاكل أو بالأدق لمسؤولية الزواج ومن ثم بيبعدوا خصوصاً عند الأجيال الجديدة؟ هو طبعا بلا شك ان الموضوع ده ابتدى ان هو يتحسن كتير، لان المجتمع المدني كمان ليه دور وبيشتغل. المجلس القومي للمراه ابتدى ان هو يعمل مجموعه كبيره من المبادرات اللي هي تقدر تعمل حمايه للاسره اللي هي بتتكون. ليكي كلمه بكره سياده النائبه ولا لا؟ لا، انا كنت في العداله الاجتماعيه. كانت كلمتك في العداله الاجتماعيه. كانت ايه اللي اتكلمتي فيه في العداله الاجتماعيه تحديدا؟ هو في الواقع العداله الاجتماعيه هي برامج الحمايه اللي خاصه بالفئات المهمشه، قائمه على مبدا تكافؤ الفرص. ولو انا بتكلم على مبدا تكافؤ الفرص، فبالتالي المفروض ان احنا عندنا مجموعه من المحاور المفروض ان احنا نحط ايدينا عليها لما بنتكلم على تكافؤ الفرص. وهي أول محور وهو عمل المرأة في مقابل عمل الرجل. احنا الفكرة ان المرأة بتمثل 24% من القوى العاملة او قوة العمالة في مصر، فبالتالي ده نسبة صغيرة بالنسبة لعمل الرجل. المحور الثاني وهو الريف، النظر للريف في مقابل الحضر، فبالتالي عندنا احنا في الريف المفروض ان هو بيمثل 57% من نسبة الناس عايشين في الريف اكتر من فبالتالي المفروض ان احنا فين الريف من الخدمات المقدمة، فين الريف من طبعا لا ننكر ان حياة كريمة عملت طفرة كبيرة في الريف وخصوصا في الصعيد، ولكن لسه احنا محتاجين استمرار اكتر تاني بخصوص الموضوع ده. بالنسبة كمان ان احنا دايما من عند المركز، كل ما بنبعد عن المركز كل ما الخدمات بتقل او ان ما بيبقاش في اتاحة في الخدمات، فبالتالي دي نقطة مهمة برضو لازم نفكر فيها بما ان احنا بنتكلم على العدالة وتكافؤ الفرص. النقطة الثالثة اللي احنا اتكلمت عنها امبارح وهي محافظات الصعيد في مقابل محافظات الوجه البحري، فبالتالي انت عندك محافظات الصعيد المفروض ان هي اللي هم تقريبا 10 محافظات تقريبا، فبالتالي انت مهم بالنسبة لك ان انت تبص عليهم في الاستثمار، في فرص العمل، في المصانع اللي لازم تكون موجودة عشان خاطر فعلا في قوة عاملة كبيرة خالص المفروض ان هي بتشتغل. وطبعا البطالة احنا بنواجه جزء كبير من البطالة يعني. طب هل اتكلمتوا او تطرقتوا الى نسبة 5% وحقوق اصحاب الاحتياجات الخاصة في نصيب وافر وعادل من فرص العمل؟ طبعا دي فكرة مطروحة، واحنا كمان وهو في قانون بيمثل ده، فبالتالي طبعا الفكرة ان احنا نبتدي، وفي بعض المحافظات زي عندنا في جينا مثلا ابتدوا يعملوا اجراءات صارمة للمصانع او الاماكن حتى الخاصة والاهلية اللي ما يقدروش، اللي مش بتوفي بهذه النسبة. طيب وبخصوص مسألة فرص العمل بشكل عام، عشان كمان طالما احنا بنتكلم عن الصعيد كمان بالتحديد او بشكل اكثر خصوصية، هي مسألة
القدرة على توفير فرص عمل عن طريق التمويلات متناهية الصغر أو حتى الصغيرة إلى آخره، وبالتالي وكمان لازم أسمح أو أحط جنبها حزمة من التدريب، فأنا أدرب علشان أدي التمويل صحيح. علشان التمويل ده يبقى تمويل ناجح وناجع فيؤتي بثماره. صحيح. في الواقع ان الوزاره وكمان المجتمع المدني، الوزارات يعني والمجتمع المدني بتقوم بالقصه دي. يعني احنا عندنا مثلا في المجتمع المدني بيبتدي ان في كتير من الهيئات بتاخد من الهيئات المموله، والهيئات المموله بتبتدي ان هي تدي زي مثلا المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر للسيدات بالاخص. المجلس القومي كمان عامل الفكره دي، بنك ناصر عامل الفكره دي، فبالتالي وكمان الاجراءات بتبقى مخفضه بالنسبه لهم، فبيبتدوا ان هي تقدر ان هي تبقى حاجه كويسه وتفتح مجال عمل كويس للشباب. يا مساهل ست النائب، وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد زي ما بيتقال. نورتينا يا فندم وشرفتينا، وبعدين اصل الصعيد عندنا غالي حبتين يعني، فنورتينا جدا والله. كل الشكر ست النائبه نجلاء بخوم رياض، عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، حديث حول العداله الاجتماعيه وتماسك الأسرة المصرية. ولسه الحديث زي ما بتقال له شجون، لكن خلصت الحلقة لحد كده للأسف الشديد، إلا أنه من الأمور الجيدة أنه حالا يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكم الأسبوع الجاي يوم السبت وبرنامجكم التاسعة. سلامات.